نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن تقرير يسلط الضوء على إطلاق النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة لتأهيل وتمكين الشباب. أوضح التقرير أن منحة ناصر تعد منحة دولية تنفذها وزارة الشباب والرياضة استكمالا لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور الشباب محليا وإقليميا وقاريا ودوليا من خلال تقديم الدعم والتأهيل والتدريب وبتمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم. وأشار التقرير أيضا إلى أن المنحة تعد إحدى آليات تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 ورؤية مصر 2030.